رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، انطلقت اليوم فعاليات سباق الأيرون مان آخر جولات بطولات التاج الثلاثي للترايثلون. وبهذه المناسبة أعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عن عظيم شكره وتقديره إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى على دعمه الكامل لسباق الذي سيضع مملكة البحرين كمركز لرياضة الترايثلون في الشرق الأوسط. وقال سموه: إنه لشرف أن يكون الداعم الأول لسباق حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، وهو شرف كبير لكافة المشاركين في السباق وحافز قوي للجميع من أجل مضاعفة البذل والعطاء لإظهار هذا الحدث الرياضي بأبهى صورة ممكنة بما يليق بهذه الرعاية الكريمة التي تؤكد حرص جلالته المتواصل على دعم البطولات التي تقام على أرض مملكة البحرين، انطلاقا من رؤيته السديدة بأن الرياضة تبقى دوما الواجهة المشرفة لحضارة وتقدم الدول وأهميتها في الترويج لمملكة البحرين في مختلف المجالات. وأضاف سموه: إنه لمن دواعي السعادة والسرور أن تتزامن إقامة بطولة الأيرون مان على أرض مملكتنا الغالية مع احتفالاتنا بذكرى العيد الوطني المجيد وعيد جلوس حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، الأمر الذي يضاعف من أهمية الحدث الكبير ويفرض على الجميع مسؤولية العمل الجاد من أجل إظهاره بالصورة المشرفة التي تواكب المكانة المتميزة التي بلغتها مملكة البحرين على ساحة الرياضة العالمية. كما قال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة: إن الجهود المثمرة التي تبذلها اللجنة المنظمة للبطولة تشكل عاملا مهما من عوامل إنجاح البطولة التي تضاف إلى سلسلة كبيرة من الإنجازات التي تحققت خلال فترة زمنية قصيرة احتلت فيها البحرين مرتبة متقدمة على صعيد رياضة الترايثلون. وأضاف سموه: إن المتتبع لمسيرة الأبطال المشاركين في سباق وتاريخهم المليء بالإنجازات الكبيرة على المستوى العالمي يدرك تماما أن حجم المنافسة على اللقب لن يكون سهلا في ظل ارتفاع سقف الطموح، وسنشهد سباقا مثيرا وحماسيا، وندعو الجماهير البحرينية لحضور منافسات سباق للاستمتاع بهذا الحدث الرياضي الكبير. وكان سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قد زار موقع السباق في متنزه الأمير خليفة في الحد، حيث اطلع على آخر التحضيرات التي اتخذتها اللجنة المنظمة واستمع إلى شرح مفصل على الاستعدادات النهائية، كما اطلع على التنسيق المستمر بين اللجنة المنظمة ومختلف الجهات لإنجاح السباق. هذا وتدرب سموه في الموقع المخصص لمسابقة السباحة، حيث أكد سموه استعداده التام لخوض منافسات البطولة وحرصه على تحقيق النتائج المتميزة.
والله تجربة الماي كانت يعني تجربة جيدة. تعرف أول مرة نسبح في هذه الجهة، البحر يعني كان ممتاز، برودة البحر زينة، بس إن اليوم تعرف البحر راكد وما في هواء. يوم السباق توقعاتنا للأرصاد شوي بيكون الهواء قوي، من راح يخلي السباحة شوي أصعب لنا من ناحية التيارات، لأن إحنا جنب جسر الشيخ خليفة، من ناحية الهواء هناك بتكون في أمواج، فشوي بتكون صعبة السباحة. طول عمر يعني سباحتكم في البحر وأنتم في البحرين سبحتوا في مناطق عديدة، يعني هل هناك من فارق بالنسبة لكم كمشاركين في الأيرون مان؟ والله ما في فرق، يعني تعرف هو الفرق دائما في فرق المنافسة، سواء كنت في أرضك ولا في أرض غيرك المنافسة هي واحدة. لكن يعني أنا أكد اليوم لجميع المتابعين لجميع المحبين أن أنا اليوم مو في كامل جاهزيتي، ارتبطت ارتباطات كثيرة وأنتم عارفين أسبابها، يمكن ارتباطنا بحرب اليمن وارتباطات عديدة مع جلالة الملك، فهي حدتني صراحة من المشاركة، حدتني من المشاركة في السباقات القصيرة واللي قبل سباق الأيرمان بحرين، حدتني من التدريب المتواصل، فما توقع وقتي بقوة وقتي السنة اللي طافت، ما اعتقد. هو العموم المشاركة ونجاح البطولة في البحرين طول عمرك. بلا شك المشاركة والنظر في زيادة عدد المشاركين ومشاركتهم القيادة في هذا المجال، نكون معاهم في نفس الأرض، هو هذا الشيء المهم. طول عمر البحرين ترحب دائما بضيوفها، 1100 مشارك بلا شك أنه عدد جدا ممتاز للترويج للبحرين، ولكن مع الأسف أن هناك من يقول بأن الشوارع سوف تسكر. نحب تأكيد منك بأن الشوارع ما راح تكون مسكرة يوم السبت إن شاء الله. لا 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 إن شاء الله. تعرف يعني الخطة المرورية الآن الحمد لله أصبحت جيدة وواضحة، تلقوا أوامر واضحة من عندنا، عدم تعطيل الناس، عدم تعطيل السير، فالسير إن شاء الله أنه راح يكون سامح والناس كلها راح تمشي. العام كان يعني لأن أول تجربة للمرور فاضطروا أنهم يسدون الشوارع، هالسنة بإذن الله نوعد الجميع إن شاء الله أنه راح يشوفون السباق، راح يشوفون السير ماشي.